ظلم النفس أن تحقق لها شهوة عاجلة لتورثها شقاء دائما. يبقى أنت ظلمته، يبقى أنت ما حققتش لنفسك شهوة، ما حققتش لنفسك شهوة. ليه؟ لأنك أنت أعطتها شهوة إيه؟ عاجلة، وبعدين جبت لها الشقاء اللي تبقى أنت ظلمتها ولا لا؟ وظلمتها. ده ظلم النفس، ده أشقى أنواع الظلم، لأن لما تيجي تظلم الغير معقول، إنما تظلم نفسك هذه مشكلة. ولو أنهم ظلموا أنفسهم، يبقى أي عاصي يعصي الله بترك أمر أو بالإقبال على منهي عنه، في ظاهر الأمر أنه يحقق لنفسه متعة. فإن كان فيه أمر من الصلاة وعايز يتكسل وينام، في ظاهر الأمر بيحقق لها إيه؟ متعة. استعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله، تستعيذ بمن؟ بمن خلقه. لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك. أما أن تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز.